معنا على الهاتف الأستاذ عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل. أستاذ عبد الوهاب، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك أستاذ عبد الوهاب. يعني عايزين نعرف التوجيهات اللي قالها الوزير في لقائه مع مدير المديريات، خاصة إن أنا وأنا بقول الخبر إنه الوزير أكد على توفير الخدمة بأكمل وجه، وإنه التدريب المهني لازم يكون موجود، وإن هم يكونوا وسط المواطنين. هل ده كان لا يحدث في السابق؟ هو كان يحدث، ولكن طبعا معالي الوزير والدوله المصريه دائما حريصه على تكثيف الجهود، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه ان سوق العمل دلوقتي بيواجه تحديات ومتغيرات لابد ان احنا باستمرار يعني نواكبها ونتعامل معها وننفذ توجيهات القياده السياسيه بشان التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم. طبعا هذا اللقاء كان اللقاء الاول الذي يجمع معالي وزير العمل محمد جبران مع مدير المديريات بعد توليه هذه الحقيبه في الحكومه الجديده. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان مديريات العمل في المحافظات هي واحده من ابرز اذرع وزاره العمل في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ خطط الوزاره. هناك يعني 10 خدمات. زي ايه؟ خدمات زي ايه استاذ عبد الوهاب؟ ما انا هقول لحضرتك التوجيهات هي مرتبطه، يعني لما نذكر التوجيهات هتبقى مرتبطه بالخدمات. معالي الوزير هناك 10 توجيهات هنقولها بشكل سريع جدا. التواصل مع الشركات الخاصه لمعرفه احتياجاتها من فرص العمل الحقيقيه وتدريب الشباب عليها، وده طبعا اليه جديده في توفير فرص العمل، بمعنى ان مدير المديريه سوف القطاع الخاص وليعرف يتعرف منها على فرص العمل المطلوبه ويتم تدريب الشباب عليها من خلال مراكز التدريب الثابته والمتنقله اللي موجوده في كل انحاء الجمهوريه. دي واحده. اثنين، تدريب. لا ده ده دي لا 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 دي واحده، دي واحده، هذه واحده بس. في نقطه مهمه، بدل ما انا يعني في مديريه العمل ان انا ادرب الشباب، ماشي هو التدريب جيد، لازم كمان مديريات العمل تخاطب المصانع واصحاب المصانع علشان يعني حتى يعني يكون في فرص عمل ليهم. ايضا المدارس الفنيه، المدارس الفنيه، ان انا اروح للمدارس الفنيه ممكن الولاد من قبل ما يطلعوا يبقى عارف انه ممكن هيروح فين. شوف يا فندم، اولا طبعا حضرتك سالتني سؤال في الاول مهم جدا، هل كان ده موجود ولا مش موجود؟ هو كان موجود، وبالتالي كل توجيه من هذه التوجيهات بالفعل كان يتم توفير فرص عمل، وكان يتم التعامل والتواصل مع الشركات الخاصه، وكنا بنعلن عنها، وكان بيتم التشديد على مصداقيتها والتواصل مع الشباب لحين استلام فرص العمل. ولكن احنا دلوقتي هناك اليات جديده وطرق جديده للتعامل مع ملف توفير فرص العمل، بمعنى ان انا دلوقتي اي شركه خاصه كما تحدث معالي الوزير الى مدير المديريات تحتاج الى مثلا 20 عامل في مجال معين، احنا كمديريه عمل بنوفر هذه العماله، مش بنوفرها فقط ولكن ايضا بنقوم بتدريبها على المهن المطلوبه. طيب انا برضو ارجع اقول لحضرتك يعني المدارس الفنيه او المعاهد الفنيه، ده موضوع تاني يا فندم. ده لا مش موضوع تاني، ده موضوع متصل بده، لان انا لو بتكلم على سوق العمل انا يعني ممكن الشباب دول مهم موجودين احط عيني عليهم من الاول كمديريات عمل. يا فندم احنا بنتكلم دلوقتي على دور مديريه العمل، التعليم الفني ايوه يعني استاذ عبد الوهاب، ايه الجديد في خطه الوزاره اللي حاصل المره دي؟ لان حضرتك بتقول ده كان بيحصل. يعني بص يا فندم، وزاره العمل بتقوم بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق المديريات بالتواصل مع شركات القطاع الخاص في كل محافظه. نحن نعلن كل 15 يوم عن النشره القوميه للتوظيف. الاليات الجديده التي تحدث عنها وزير العمل بجانب هذا الموضوع أيوة. هو التواصل مع هذه الشركات بشكل اكبر وبشكل اوسع، والتعرف على نوعيه المهن التي يحتاجونها، وبالتالي يتم تدريب الشباب. هناك دورات تدريبيه بتكون عباره عن شهر او شهرين داخل مراكز التدريب المهني الثابته والمتنقله اللي موجوده في كل انحاء الجمهوريه والتي تعمل في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. هذه اليه جديده من توفير فرص العمل، زي يا فندم ما معالي الوزير اتكلم عن توفير فرص العمل في الخارج.
هناك 9 مكاتب تمثيل عمال في الخارج تقوم برعاية وحماية ودعم والتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعمل في نطاق هذه المراكز. ولكن زي ما قلت لحضرتك نحن نبحث عن أدوات وآليات جديدة، بمعنى أن معالي الوزير عندما التقى منذ أيام مع مدير عام منظمة العمل العربية في القاهرة تم الحديث على أن مكاتب التمثيل العمالي سوف تتواصل هي مباشرة مع الشركات الخارجية لمعرفة مدى احتياجاتها، بحيث أن وزارة العمل تكون طرف في العقد لحماية العامل وأيضا للحفاظ على حقوق صاحب العمل. أنا بشكر الأستاذ عبد الوهاب خضرة المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل اللي كان معانا على الهاتف مباشرة.